اقول له احنا بنقول مبروك عليك ان انت دخلت قلعة كبيرة زي قلعة الاهلي. انت ان شاء الله ربنا يكتب لك مستقبل كويس، وعلى ما الواحد يعني يعرف من المباريات البسيطة اللي احنا اتفرجنا عليها ليك، انت لعيب كويس وموهوب وربنا يوفقك الفترة الجاية. بس زي ما بنقول ما تتغرش، دي نصيحة يعني من حد كبير اهو، ولو انت لعبت مع الناس كويس اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى حاجة كويسة قوي. بقول له ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يكون اضافة جديدة للنادي الاهلي، واحنا متعودين دايما اي لعيب جديد بيجي بيبقى يعني بيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد بيبقى اضافة وبيبقى بيشتغل بروح الفانيلا الحمراء. ان شاء الله يكون اضافة جديدة وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تكون اضافة كويسة للنادي الاهلي، وطبعا يعني المفروض تاخد في الاعتبار انك بتلعب في نادي عريق ونادي كبير، وتلعب بما تأدي الاداء اللي يتناسب مع النادي الاهلي. وطبعا برضو بفكرك انك ما تنساش انه نادي القرن وحيظل على طول نادي القرن ان شاء الله، ومن اندية النخبة في العالم. يعني احب اقول له ان هو جاي نادي كبير، ومش معنى ان هو كان متالق في نادي ان هو ممكن يتالق في النادي الاهلي. اول ما يجي شفنا نجوم كتير جم النادي الاهلي وما تالقوش ومشوا ما عملوش حاجه، على الرغم ان هم كانوا متالقين في الانديه بتاعتهم بره. فيحاول يصبر ويمسك على الفرصه كويس، وحتى لو قاعد على الدكه لازم يصبر ويلعب ويجتهد، لان الفرصه ما بتجيش بسهوله في النادي الاهلي. لعيب متميز، واحنا هنا كنادي اهلي ما بنجيبش ينضم الى صفوفنا غير اللاعبين المتميزين وايضا الموهوبين. فهو يعني بصراحه انا برضو متابعه يمكن بقالي فتره في بعض المباريات، وهو برضو لعيب يعني كويس، وكلنا كاعضاء في النادي الاهلي ومحبيه بقول له ان النادي الاهلي ده اسم كبير واسم عريق، ولا يرتدي قميصه او فانيلته إلا اللاعب المتميز الذي يستحق أن يرتدي فانيلة ورداء هذا الكيان الكبير والعريق. نقول إن شاء الله بالتوفيق وتكون قد المسؤولية، وشرفت بيتك الكبير وبالتوفيق إن شاء الله. طبعا إحنا عايزين نشوفه في مستوى أفضل وأحسن عشان خاطر النادي الأهلي، طبعا نادي العريق ونادي القرن، وإن شاء الله كلهم يقدموا كل خير بإذن الله. أقول له يلتزم زي علي معلول مثلا كده، علي معلول جه الأهلي التزم وجاء أحسن باك شمال في أفريقيا وأحسن باك شمال في منتخب تونس. لسه مكملين مع نجمنا اللي موجود ومشرفنا ومنورنا فيها الاستوديو محمود وحيد الوافد الجديد للنادي الأهلي. محمود، شايف تفاعل النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كان عامل ازاي؟ هم بيقولوا لك بعض النصايح، النادي الاهلي جمهوره دايما يعني واعي وذواق وبيفهم في كره القدم، علشان كده دايما بقول لك ان في مسؤوليه كبيره تجاهك خلال الفتره اللي جايه.